السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في تصريح جديد للمدرب التونسي فوز البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي البيضاوي أكد أن هدفه مع الوداد بالدرجة الأولى يتمثل في صناعة فريق قوي يساعد على الفوز بالألقاب، وذلك عن طريق تحسين أداء اللاعبين فوق أرضية الميدان. وأضاف المدرب التونسي الذي تعاقد مع الوداد الرياضي وعاد ليشغل مدرب الفريق هذا الموسم أنه يعكف على تحسين أداء اللاعبين، لأن تحسين الأداء يعطي النتائج والنتائج تؤدي إلى الألقاب. وقال المدرب التونسي أنه سيتحدث مع الناصيري بخصوص الانتدابات التي قام بها النادي مؤخرا، ثم بحث إمكانية القيام بانتدابات في الميركاتو الشتوي المقبل حسب الخصاص. وبخصوص عدم إشراكه الانتدابات الحالية للوداد، أكد فوز البنزرتي أنه يشتغل دائما بما هو متوفر داخل الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن بعض لاعبي الفريق ليست لهم ثقافة الانتصار كونهم كانوا يلعبون في أندية ليست لها قيمة الوداد محليا وقاريا. وأضاف البنزرتي أنه يشتغل مع أولئك اللاعبين من أجل أن تتولد لهم ثقافة الفوز، وهذا يتطلب وقتا طويلا حسب تعبيره. وبخصوص غياب سفيان كاكاش وأيوب سكوما، فقد أوضح البنزرتي أنهما يعانيان من الإصابة، وحينما سيكونان في كامل الجاهزية سيدخلان في التشكيلة الأساسية أو في الاحتياط لتشكيل الوداد الرياضي إفريقيا ومحليا. وتطرق المدرب البنزرتي إلى إمكانية رحيل صلاح الدين السعيدي في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث قال: لا علم لي بالعروض التي يتحدثون عنها بخصوص رحيل السعيدي، كل ما لدي هو أن السعيدي يعيش ضغوطات نفسية وأشتغل معه لكي يتجاوزها. وتأكدت مصادر إعلامية أن صلاح الدين السعيدي متوسط فريق الوداد البيضاوي تلقى مجموعة من العروض بالدوريات الخليجية التي ترغب في الاستفادة من خدماته والتعاقد معه، وخاصة من أندية إماراتية تلعب بالدوري الثاني وأندية قطرية أيضاً.